يعني ان انت تحسب الكوست بيزد على الوحده. يعني مثلا انت مثلا بتسعر فندق بشكل سريع، فتقول والله بعدد الغرف، والله الفندق يعني الغرفه مثلا في الفندق مثلا في المتوسط بتقف عليها باكس، فده الفندق ده 100 غرفه 5 نجوم فهيبقى 100 اكس. فده عن طريق اليونت، وحدات بتاعه المشروع نفسه، وهنجي لها بالتفصيل. تاني حاجه اللي هي بتستعمل البارامتر كوست استيميت، او انك تستعمل بارامتريك مودلز. يعني ايه بارامتر؟ بارامتر يعني متغير. فانت في النهايه بتدخل بعض المتغيرات، كذا متغير، ومنهم بتقدر تقيم. ودي بنشوفها كتير مثلا في الناس اللي هم يعني عندهم مثلا خبره في السوق 20 سنه 30 سنه، وتيجي تقول له اديني كده تقدير جزافي او تسعير مبدئي للكلام ده، فهو غالبا بيعمل البارامتريك موديل ده بس في دماغه، اللي هو بيعمل ايه؟ يقول لك قول لي مساحتها كام؟ هتطلع كام دور؟ في بدروم ولا ما فيش؟ بتحفر في ارض رمله ولا طينه ولا طفله ولا ايه بالظبط؟ فهو عمل ايه؟ عن طريق كذا بارامتر هو عنده او كذا متغير عنده في المشروع، منها بيدي التقدير. طب عدد الادوار بالمساحه، في بدروم ولا ما فيش بدروم، تشطيب شكله ايه، منها بيقدر يقول لك تقريبا هتبقى بكذا. دي تاني طريقه. تالت طريقه عشان تجيب الرف كالكوليشن، ان انت يكون عندك تقدير جزئي للاسعار، اسف للكميات. انت عندك بارشال كيو تي او اس، فانت مثلا عندك مثلا جزء مثلا من الخرسانات، فمنها هتروح ضاربها في عدد الادوار مع انها هتبقى مختلفه، بس تقريبا بتقول هتبقى بكذا، ومنها تبدا تحسب. ما عندكش مثلا كميات اطوال المواسير مثلا بتاعه الصحي او الكهرباء كام بالظبط، بس انت عندك جزء منها، جزء بتاع دور فانت بتحاول تتعامل بيه، او جزء بتاع مثلا شقه مش شقه فتبدا تتعامل بيه وتحسب بيه وتعممه على بقيه الحاجات. فانت عندك تقدير جزئي ومنه بتحاول تعممه. فده كده الجزء اللي هو ازاي بجيب الرف استمت في الاول. جبت الرف استمت، بعد كده بتعمل شويه تعديلات بقى، ادجستمنت. زي مثلا ايه؟ انت زي ما قلنا مثلا، تعال مثلا نتكلم على المثال اللي احنا قلناه، اللي هو بتاع الراجل الخبير اللي هو بيعرف يعملها بدماغه. اللي هو قال لك والله الفيلا دي هتقف ب 5 مليون، هو جاب ال 5 مليون دي منين او 6 مليون دي منين؟ بناء على مشاريع سابقه في دماغه. طب تبدا تعمل ايه؟ تبدا تعدل الكلام. طب التاريخ امتى؟ هل مثلا 5 مليون دي مثلا على فيلا اللي هو كان عاملها مثلا من 5 سنين، فاحنا محتاجين نشوف التضخم وتغير الاسعار في ال 5 سنين، من 5 سنين كانوا كام، وتعلي السعر في الكلام ده. ممكن مثلا تضخم بغلاء الاسعار بمش عارف ايه مثلا 20%، فانت هتضرب ال 5 مليون دي في 1.2 عشان تعوض فرق الوقت. على حسب اللوكيشن بتاعك، المكان، انك مثلا بتبني فيلا مثلا في التجمع هتختلف مثلا تكلفتها، انك مثلا بتبنيها في مكان مثلا في قريه مثلا في وسط الدقهليه، العماله نفسها اسعارها هتختلف، المواد والتشوين والكلام ده اسعاره بتختلف لان الريجوليشنز نفسها هتختلف. بتبان اكتر كمان قوي مثلا في امريكا، او في ليه امريكا؟ ان امريكا يعني كل ولايه وكل مدينه ممكن يكون ليها قوانين مختلفه تماما عن الثانيه. فلو انت مثلا بتدير مشروع هناك، فتلاقي مثلا لا في مشروع، يعني تلاقي الفاكتور يعني انت مثلا لو بتعمل مثلا مشروع في نيويورك قصاد فيرسز او قصاد مشروع في حته قرويه، لا ممكن تكون الكوست ضعفين 3 اضعاف على حسب يعني. فالفاكتور لا بيبقى فيه فوارق كبيره جدا، فعلى حسب المكان اللي انا بشتغل فيه، على حسب الحجم. يعني في النهايه انت مثلا لما بتعمل حاجه مثلا، لما بتعمل حسابات مثلا لمبنى 10 ادوار غير لمبنى 100 دور، ده كده اصلا ما ينفعش اصلا تستعمل الاستيمت ده، الاستيمت ده كاتيجوري غير ده. هنا بتتكلم في كاتيجوري مبنى عادي سكني، هي بتتكلم في 100 دور ممكن يبقى ناطحه سحاب، ناطحة سحاب مثلا. فالحسابات بتختلف تماما، فعلى حسب الحجم لازم بتعمل ادجستمنت للحجم. ففي فاكتورز كتير قوي، مثلا على حسب الوضع الاقتصادي بتاعك شكله ايه، على حسب العمله والتغيرات اللي بتحصل فيها، فلازم بتاخد في اعتبارك الكوست دي، تبدا تعدلها بفاكتورز بعد كده اللي هي التغيرات عشان تعمل فيتنج للديتا القديمه دي في المشروع الجديد بتاعي. تمام. فلو اتكلمنا على اول حاجه، نسيت اقول حاجه ثانيه واحده في الموضوع اللي هو بتاع الرف كوست كالكوليشن، كل طريقه من دول ليها دقه نظريا، طول ما او عمليا مش نظريا، الدقه بتزيد يعني البارامتريك او البارامتر بتبقى دقتها احسن من الكوست بير يونت، لان في ديتا اكتر بتعامل بيها. انا مش مجرد بتعامل وبقول كام اوضه وخلاص بتاعت الفندق مثلا، لا ده انا بقول كام دور، في بدروم ولا ما فيش، المساحه قد ايه، كلام من ده. فنظريا هتديك
تخيل الكوست احسن. وكذلك البارشال كيو تي او هي الدقه بتاعتها اعلى من الاثنين اللي قبليها. ليه؟ ده انا لا ده انا عملت حصر فعلي وبدات اشتغل في المشروع، فطبيعي ان انا يبقى عندي استيميت دقته اعلى من الاثنين اللي قبلي. الثلاثه ما زالوا رف، يعني الثلاثه دول انت ما ينفعش تطلع بيهم وتقول انا هطلع منهم العطا او البيد اللي هقدمه على المشروع ده، انك ساعتها يعني بتضيع نفسك، انت لسه ما عندكش تكلفه كويسه، اسف استيميت للتكلفه كويس. والا بقى لو انت بقى هتاخد مثلا كونتينجنسي وريسك عالي جدا، فساعتها يبقى سعر البيد بتاعك عالي جدا، فاي حد تاني هيكسبك. تمام. فلو اتكلمنا اول حاجه اللي هي الكوست بير يونت، بتكون ليها كذا شكل، ممكن تبقى على حسب الفانكشن. زي مثلا لو مستشفى، يقول لك المستشفى بتحسبها بالسرير، المستشفى دي بتشيل كام سرير، او الفندق يقول لك بيشيل كام نزيل او بيشيل كام اوضه، لو جراج بيشيل كام عربيه، لو مستشفى بتبقى عدد الطلبه. فساعات بتبقى يونت كوست بمجرد الفانكشن. فانت في النهايه بيبقى عندك انت عندك ديتا، والله المستشفى السرير بيتكلف كذا، وانت عاوز تعمل مستشفى ساعتها مثلا 1000 سرير او 100 سرير ايا كان، فنظريا كتقدير مبدئي هتقف عليك ب 50 مليون مثلا. ده فممكن بالفانكشن وبتمشي مع يعني الانواع دي كويس. تاني حاجه ممكن بالمساحه، فمثلا مبنى سكني، فانت بتقول والله المساحه كذا، مساحته مثلا 500 متر 1000 متر ايا كان، او مصنع فممكن مساحته تبقى بالمتر المربع، ممكن بالحجم. المصنع برضه في كثير من الاحيان برضه يبقى بالحجم مش بالمساحه، على حسب شكل نوع المصنع ايه. المخازن بالذات، المخازن لما بيعمل لها استيميت بيقول لك والله المخزن مكعبه قد ايه او حجمه قد ايه. لو انت مثلا بتعمل خزان ميه، فلما تيجي تعمل له الرف استيميت بتاعه بتقول والله الخزان ده سعته كام، ومنها بتجيب الرف تعمل الحسبه بتاعتك. ممكن باللينث او بالطول، ده بالذات في مشاريع الانفراستراكشر او اي في المشاريع اللينير اللي هي مثلا زي طريق، خط مواسير، خط كهرباء، فالاسم بيبقى مثلا بكام كيلو الخط الكهرباء ده ماشي، او الطريق ده هيمشي كام كيلو. ومثلا يبقى في كاتيجوريز مثلا عدد الحارات، فهو مثلا تبقى عندك مثلا جدول مثلا في طريق حارتين اربع حارات ست حارات كلام من ده، وبقول لك والله الكيلو للطريق الحارتين بكذا، كيلو الاربع حارات بكذا، كيلو ست طبعا ده مش السعر ده تاني الاستيميت، ست حارات بكذا. ففي النهايه بتضربه في الطول بتاعك، منه بتجيب التقدير المبدئي. تمام. الحسبه ببساطه ان انت بتقول والله الكوست استيميت هو عباره عن الكوست بتاعت اليونت في النمبر اوف يونتس. لو رجعنا مثلا لمثال الطريق مثلا، ففي النهايه هيبقى كوست اوف يونت اللي هو تكلفه الكيلو الواحد بكام مضروب في عدد الكيلوات او النمبر اوف يونتس اللي هو طول الطريق، فده بيديك الاستيميت المبدئي. ساعات الناس يعني بتحاول تعمل حاجه اكثر دقه فتقول لك لا احنا بنعملها بالويتد يونت كوست، يعني بطريقه اللي هو انا بحسب انا عندي مثلا انا عندي ديتا بتاعت كذا مشروع قديم فبحسب من خلالها. فلو قلنا مثلا انت مثلا عندك شركه مثلا عملت قبل كده مثلا 10 مباني مقاربه للمبنى اللي انت عاوز تعمله دلوقتي، او اربع مباني مثلا، فانت بتقول والله انت عندك هنا مبنى، المبنى نفسه A B C D E، خمس مباني مثلا انت عملتهم قبل كده، وكان تكلفه المتر المربع بكذا 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 بكذا، دي الحاجات القديمه بتاعتك. ففي النهايه محتاج تعمل ايه؟ بتشوف ثلاث حاجات، بتشوف اعلى واحد فيهم في التكلفه كان كام، نفترض مثلا ان هو كان ايه كان اعلى واحد فيهم في التكلفه، تكلفه المتر المربع فيه في المشروع ده كانت عاليه قوي، ده اللي هو بنسميه ايه اللي هو السي اس اعلى واحد اللي هو الماكسيمم يونت كوست، وتشوف اقل واحد كان بكام، طلع مثلا كان دي مثلا فده كانت اقل تكلفه، فده اللي هو الفاكتور ايه اللي هو اقل واحد فيهم في التكلفه، والبي اللي هو الافريج اللي هو المتوسط بتاع السته دول، ده زائد ده زائد اسف الخمسه دول، ده زائد ده زائد ده زائد ده زائد ده على خمسه بس. فدول ثلاثه فاكتورز انت جايبهم من الداتا بتاعتك، انت عندك داتا بتاعت خمس مشاريع قديمه يعني الى حد ما قريبه، فانت قلت والله الخمسه دول بتجيب اعلى واحد فيهم كتكلفه اللي هو ايه، اقل واحد اسف اللي هو اقل واحد فيهم اللي هو ايه، اعلى واحد فيهم اللي هو سي، والمتوسط بتاع كل المشاريع اللي هو بي، فاي زائد 4 بي زائد سي على 6 بيديك رقم تقريبي. هل ده يعني احسن طريقه او ده قران او كلام من ده؟ لا، دي مجرد طريقه تقريبيه بنسميها اللي هي الويتد يونت كوست. لو انت عندك ديتا كتير جدا فانت لا ده انت ممكن تعمل حاجات يعني قويه جدا وممتازه،
انت لو انت عندك داتا كتير قوي، لا ده انت ممكن يعني تعمل بشكل احصائي، ممكن تعمل ريجريشن، ممكن تعمل حاجات كتير قوي. بس يعني ده يعني طريقة مبسطة وان بتستعمل في بعض الاحيان. تمام. بعد كده تكلفة الوحدة. تكلفة الوحدة هنا هتبقى، ثانية واحدة. تمام. تكلفة بتجيب منين تكلفة الوحدة بتاعتك؟ احنا كده يعني اتكلمنا ان احنا زي ما احنا قلنا عشان احسب محتاج حاجتين، تكلفة الوحدة وعدد الوحدات. تكلفة الوحدة دي بجيبها منين؟ فعندك حاجتين، يا اما انت يكون عندك ريكورد في الشركة بتاعتك، انت اوريدي عندك ديتا بتبدأ تستعملها، او ان انت بتعتمد على ديتا منشورة، يعني ديتا هي متواجدة. لو انت الديتا بتاعتك انت، يا اما مثلا بتقدم مشاريع سابقة زي ما اتكلمنا من شوية، يا اما انت عندك انترنال كوست ديتا، انت الشركه عندك مثلا شركه كبيره، فانت عندكم زي داتا بيز في ناس مسؤوله عنها وبتحدثها كل شويه، تقول لك والله سواء في الكوست التفصيلي مثلا، تقول لك مثلا متر الرخام بيقف علينا بكذا، متر مش عارف ايه بكذا، والكوست الاجمالي موجوده عندك وبيعملوا الافريج، فبيقول لك والله في المباني المتر المباني لو هتعمل عماره بتكلفه المتر المربع بتقف عليك بكذا، لو طريق الكيلو بيقف بكذا. فانت عندك انترنال كوست ديتا، مش مجرد انت عندك مشاريع سابقه، لا ده انت بقى عندك داتا بروسيس وجاهزه. او ان انت عندك السبلايرز بتوعك يقدروا يدوك داتا على طول، فانت تقول لهم والله انا عاوز اعمل كذا، فهو يقول لك ده هيبقى بكذا. فيا اما انت عندك الداتا بتاعتك، او المصدر الثاني ان انت تبقى عندك ريكوردز منشوره، يعني الحكومه مثلا بتنزل مثلا اسعار، متوسط الاسعار مثلا لكل سنه للسوق، او ممكن اصدار ربع سنوي او سنوي ايا كان. ناس مثلا بتعمل مثلا ابحاث مثلا وبتنشر مثلا حاجه مثلا خارجه مثلا من جامعه القاهره مثلا او ايا كان، او حاجه برايفت، يعني مثلا الشركه في شركات بتعمل كده، يعني هي شغلتها ان هي بتبيع داتا. هي الشركه بتقول انا بيبيع لك حاجه زي مثلا كتاب، بيقول لك ده الاصدار السنوي للاسعار بتاعه السوق. فهو بيعمل ايه؟ هو البرودكت بتاعته هو الداتا، فبيعمل زي تجميع للداتا كلها ويقول لك والله التكلفه كذا. طبعا بيبقى فيها تفصيل وكلي، خلينا احنا بنتكلم على الكلي دلوقتي عشان احنا بنتكلم على الجزء اللي هو الرف. فيقول لك والله يعني بيزد على الداتا بتاعت السوق المصري، احنا عملنا حصر مثلا ل 10,000 مشروع مشابه اللي انت عايز تعمله، وبيزد على الكلام ده متر المباني لو عماره لو رايز اللي هي مثلا من دور واحد لخمس ادوار مثلا بتقف بكذا. فدي 3 مصادر. طيب لو انا عندي المصدرين انا استعمل ايه؟ المفروض على حسب الدقه اللي عندك، يعني على حسب انت شايف انه داتا اقرب ومور ريلايبل. يعني ممكن يكون انت عندك شويه بريفيس بروجكتس بس هم بعاد قوي عنك، فساعتها يعني مش هتبقى ليها، ساعتها ممكن تقول لا في حاجات مثلا في الناس بتوع ريسيرش نازلين حاجات اقرب ليا وارقامها تبقى احسن بالنسبه لي. في كثير من الاحيان طبعا لو انت عندك اوريدي شغال بنفس المشروع، يعني نفس المشاريع بشكل متواصل، فساعتها لا يبقى الاون داتا بتاعتك هتبقى احسن، اللي انت بتعتمد على اللي هي واخده في اعتبارها الكوست بتاعت المؤسسه بتاعتك، الموردين بتوعك، هي معتمده على الناس بتوعك الموردين بتوعك، فدي تبقى اقرب ليك انت وتبقى اكثر دقه، غير ان دي مجرد متوسطات للبلد كلها او ايا كان هم بيعملوا الداتا بيقسموها ازاي. فدي المصادر اللي بتجيب منها الكوست اوف يونت. طيب نتكلم على امثله. دي مثلا ده مثلا متوسطات متاخده من شركه اللي هي ايكوم، مش عارف كنت بقول اسمها صح ولا غلط بس يعني سامحوني. فدول مثلا ايه، هي دي شركه مالتي ناشونال بتشتغل في الكونستراكشن في كذا بلد، فهي بتعمل بتحسب التكلفه للمتر المربع. هو بتقول لك والله لو انت بتبني مبنى اداري ستاندرد اوفيس هاي رايز، هيقول لك والله لو انت مثلا هتعمله في دبي هيقف عليك حوالي مثلا ده مثلا 1900 او 1900 1900 1900 ايه دولار امريكي للمتر المربع. فانت بتكلفه ان انت عندك ارض مثلا 1000 متر وعاوز تعمل مبنى اداري في دبي، فبتقول ايه انا والله المبنى ده هيقف عليا بكام؟ 1000 متر مضروبه فيه 1900، ده يعني ده تقدير جزافي كده راف استيميت لو انا هعمله في دبي. لو انت هتعمله في هونج كونج مثلا هيقف عليك ب 3300 مثلا، لو انت مثلا هتعمله في لندن هيقف عليك ب 4 ونص مثلا دولار امريكي. نفس الكلام مثلا لو انت مثلا جاي بتعمل فندق 5 نجوم،
فنفس الكلام لو انت عندك مثلا فندق هتعمله في دبي 5 نجوم، هيقف عليك بحوالي مثلا قول مثلا 380 مثلا، 380 دولار، 380 ألف دولار للمفتاح. هنا بيحسبه هو بالمفتاح مش بالمتر مربع، فعلى حسب نوع المبنى بتبدأ تحسب وتبدأ تشوف، مش مجرد تجيب تقدير جزافي. فده مثلا لو الداتا بتاعت شركة، ده برضو من الداتا بتاعت نفس الشركة عاملاها بشكل تاني. طيب أنا دلوقتي دي كان مركزين مثلا على المنطقة العربية بتاعتنا، فوالله مثلا هنا بيقول لك مثلا التوبولوجي اللي هو نوع المبنى ايه، سكني، كوميرشال، ريتيل، صناعي، فبيقول لك يعني وبيديك رينج. فبقول لك والله الرينج يعني مثلا لو انت هتعمل مبنى لو رايز في الامارات في دبي هيتراوح ما بين 1000 ل 1550، ايه ده ايه دولار امريكي للمتر المربع، وهكذا. فدي بتبقى ديت عندك انت في الشركه، هي الشركه يعني بيزد على المشاريع السابقه بتاعتها وبيزد على الابحاث، في تيم مخصوص في الفريق بتاع الكوست استيميتنج والكلام ده هو متخصص في ان هو يطلع الداتا دي، بحيث انت مثلا انت كمانجر مثلا انت بتحاول تاخد قرار نخش في المشروع ده ولا لا، نخش في المنصه دي ولا لا، فعندك الداتا بيز بتاعتك. فده مثلا الكوست بتاعت البيلدينج كوست، ده مثلا نفس الكلام بس مثلا للميكانيكال والالكتريكال. تمام، دي مثلا شركة تانية اللي هي كولرز. فهنا مثلا بيتكلموا على دي برضو كانت في الإمارات، فبيتكلموا والله على المبنى مثلا، فأنت مثلا بتعمل مثلا فيلا ميديوم سبيسيفيكيشن يعني تشطيب متوسط، فالمتر مربع هيقف عليك من 3490 ل 4277، لو هاي سبيسيفيكيشن يعني فيلا تشطيب عالي هتقف عليك المبلغ ده، وهكذا. فأرجو كده تكون الفكرة وضحت. تمام، لو هنتكلم بقى على شغل احترافي قوي، زي ما قلنا قبل كده في المصادر ممكن يكون عندك 3 اشكال. فالناس اللي هم بتوع الكوميرشال او البرايفت اللي هي الشركه شغلتها ان هي بتوفر ريكوردز للكوست اللي تحسب بيها، يعني هي شغلتها ان هي توفر لك ديتا تعمل بيها الاسم بتاعك. فمن احسن يعني في امريكا مثلا من الناس القويه قوي اللي هو شركه جوردن، دي شغلتهم ان هم بيوفروا ديتا للكوست استيميتنج. طبعا الشركه طبعا ليها يعني انشطه متعدده، بيعملوا مثلا موديلنج، بيعملوا بيبيعوا ديتا لناس معينه، بيدوا استيمتس للناس، فليهم اصدارات كتير قوي. فمثلا كل سنه بيصدروا كذا اصدار، فده مثلا ده مثلا للريزيدنشال ريبيرز والريموديلنج. ان في الاعمال ده كتاب كامل 700 800 صفحه مثلا، عباره عن الاسعار اللي بتستعملها لو انت بتعمل ريبير او ريموديلنج المبنى بتاعك. ده كتاب كامل للسكوير فوت كوست، كتاب كامل للتكلفه الالكتريكال، كتاب كامل للمشاريع اللي هي الهيفي كونستراكشن، ريزيدنشال، ميكانيكال كوست، السايت وورك واللاندسكيب كوست، البلامينج كوست، الفاسيليتيز، الكوميرشال رينوفيشن انك بس يعني بتعمل تطوير لمبنى لحاجه كوميرشال، مبنى تجاري، اليارد ستيك بتاعت الكوستنج، اسمبليز، فاسيليتي المينتننس والريبير كوست، الكونكريت والميسونري كوست، كتاب كامل، اوبن شوب بيلدينج كوست، الليبر ريتس، لو لايت كوميرشال كوست، الكتريكال اوردر تشينج، في شغل الانتيريور، واخيرا مثلا البيلدينج كونستراكشن كوست. فدي شركه هي متخصصه ان هي بتنتج ديتا، ده المنتج الاساسي بتاعها، ان هم بيعملوا سيرفينج للماركت طول السنه عشان يجي في اخر السنه يقول لك ده السنه دي ان شاء الله احنا متوقعين الكوست ماشي في الاتجاه ده. فاحنا مثلا انا مثلا هنا مثلا لما هنتكلم في الكورس انا مثلا هستعمل الكتاب اللي هو البيلدينج كونستراكشن كوست، ده اقرب حاجه لينا. تمام، ففي اي كتاب من دول فبتلاقي فيه الحاجتين، بتلاقي فيه التفصيلي بس احنا النهارده بنتكلم على الرف، فهتلاقي فيه برضو الجداول بتاعت الرف. وزي ما ادينا مثال للماركت بتاعنا نشوف مثال بتاع الشغل اللي هو يعني الاحترافي قوي عامل ازاي. فده مثلا الكلام على الشغل بتاعهم بشكل عام، هو بيقول لك يعني اليونت كوست سورس سامبل بتاعته، اسف الديتا بتاعته، فبيقول لك يعني 22000 ساعه في السنه ريسيرش اورز، يعني في 22000 ساعه عمل بيتحطوا عشان خاطر يجيبوا الديتا دي، عشان في الاخر يعني 22000 ساعه دول عشان يجيبوا الوان كومبريهنسيف داتابيز. طب انت انتاجك ايه؟ يا اما بيديك اللي هي الكوست بتاعت كل البنود،
يا اما بيديك مقارنات في الماركت والكلام ده، يا اما عنده بارامتريك موديلز. يعني هو عنده موديل، وده نقوله بالتفصيل لما في اخر المحاضره، نوصل لاخر المحاضره تفهم قصدي اكتر. موديل اللي احنا بنحسب بيه، فهو بيعمل لك موديلز، فدي مثلا احد المنتجات بتاعت الشركه بتاعته. فلو مثلا بصينا مثلا على التيبل اوف كونتنت بتاعته، فهو مثلا بيتكلم على ايه، فمثلا من صفحه 4 لصفحه 729 بيور كوست مفصله، وبعد كده بيبدا يقول لك بقى ايه، طب والله لو بروجكت كوست، يعني حاجات اللي هي العامه بتاعتنا دي اللي احنا مهتمين بيها النهارده، اللي هي بتاعت الرف استيميتنج. فنيجي هنا مثلا، ده مثال من الكتاب مثلا، ده اصدار 2019. طبعا انا يعني دي صوره لازم اصورها ولازم اقول هي منين، وحتى استعملت بتاعت 2019 مش 2020، حاسس تبقى قديم احتراما للكوبي رايتس بتاعتهم وكده. فهنا مثلا بيقول لك ايه، فهنا هو هنا بيحسب مثلا بالسكوير فوت نوع المشروع ده على كان الكلام ده على امريكا. فبيقول لك مثلا مشروع مثلا مطاعم، فالشغل المعماري عنده كذا كاتيجوري، الشغل المعماري، شغل السباكه، شغل الميكانيكال، شغل الكتريكال، وفي الاخر التوتال. بيقول لك والله اليونت كوست اللي هو مقسمها باللي هي الكوارتايل، اللي هو الربع الاول بيبقى فرنج كذا، الميديان كذا بتاعت الداتا، اللاست كوارتايل بكذا. فاليونت كوست، فمثلا لو احنا هناخد التوتال، فمتوسط اليونت كوست للسكوير فيت او القدم المربعه للمطعم هتقف عليك ب $335، دي التكلفة بس. فده شكل، ده شكل مثلا لديتابيز لو انت عاوز تعمل رف تستعملها في رف استيميتنج. بيقول لك والله نوع المبنى كذا، بيقسمها بالبنود، وبعد كده بيديك التوتال، وبيحاول يديك يعني نظرة إحصائية شوية، اللي هو زي ما احنا زي مثلا ما كان قبل كده في شركات بتعملها بهاي ولو، هنا لا، هنا عملها بشكل إحصائي أكتر شوية، وعملها بالفيرست كوارتايل والفورث كوارتايل بس. فده بالنسبه للجزء ده. فكده احنا يعني لحد كده النقطه دي، كده احنا اتكلمنا على الجزء الاولاني اللي هو ان انا بجيب المبلغ كام، المبلغ اللي هو هدفعه، اللي هو جبته عباره عن الكميه بتاعتي مضروبه في اليونت بتاعت الكميه، زي ما كان مثلا في الفانكشن، وكنا بنقول مثلا تكلفه السرير الواحد في المستشفى مضروبه في عدد السراير، لو مبنى تكلفة المتر المربع مضروبة في عدد الأمتار في مساحة المبنى بتاعي. يتبقى إيه؟ النقطة التانية اللي إحنا قلنا عليها، إن هو إزاي أعمل أدجستمنت، أو إزاي أظبط الكوست بقى بتاعتي عشان تتناسب مع المشروع بتاعي حاليًا. فبشكل عام الأدجستمنت عبارة عن إيه؟ الكوست اللي هي اللي أنا عاوز أجيبها عبارة عن إيه؟ الكوست اللي أنا لسه جايبها بيزد على المشاريع القديمة، وأعمل لها فاكتورايزيشن، يعني أعمل إيه؟ أضربها في الفاكتور القديم واقسمها على اضربها في الفاكتور الجديد واقسمها على الفاكتور القديم. يعني على سبيل المثال مثلا، لو هنا مثلا تعالوا نتكلم مثلا على مينيسوتا اللي هي فيها دلوقتي الاحداث والمشاكل بتاعت امريكا اللي هي بدات في مينيابلس. فمينيابلس دي، ده مثلا ده برضو الجدول ده من ار اس ميز 2019. فانا بيعمل ايه؟ بيقول لك والله المكان، فلما تيجي خلينا نخش على الافرج على طول، دي برضو مقسمها بنود وكده، فخلينا في الافرج. فالافرج بتاع الافرج بتاع مينيابوليس توتال الفاكتور بتاعها 106.9، يعني الفاكتور بتاع الكوستا مينيابوليس 106.9. ولو مثلا حته تانية مثلا زي مثلا ديترويت مثلا ليكس، الفاكتور بتاعها 94.8. فتبقى عباره عن ايه؟ لو انا مثلا عندي مشروع مثلا ب 10 مليون، بس 10 مليون ده كان في ديترويت ليكس، ودلوقتي انا عاوز اعمل ادجستمنت عشان خاطر اخليه في مينيابوليس، فتبقى الكوست القديمه بتاعتي اللي هي بتاعه ديترويت ب 10 مليون، وعاوز انقلها دلوقتي لمينيابوليس. فهعمل ايه؟ هجيب الفاكتور بتاع مينيابوليس، ويبقى هو ده الفاكتور الجديد بتاعي، هيبقى هو اللي هنا 106.9. واقسمه على الفاكتور بتاع المكان القديم اللي هو متاخد منه ال 10 مليون او الكوست القديمه بتاعتي اللي هي 94.8. فانا كده عملت ايه؟ انا عملت فاكتورايزيشن للكوست عشان انقلها من اللوكيشن القديم بتاعي اللي هو ديترويت ليكس لمينيابلس. فده مثلا ازاي انا بصحح للوكيشن. نفس الكلام لو انت هيبقى عندك في الداتا بتاعتك انت في الشركه بتاعتك، فتلاقي مثلا مشاريع مثلا اللي بتتعمل مثلا في العلمين الجديده مثلا، فلو انت عندك داتا بيز هتقول والله المشاريع دي بقى ليها فاكتور معين،
بينما المشاريع مثلا هتتعمل مثلا في العاصمه الاداريه الجديده او بتتعمل في التجمع الخامس يبقى ليها فاكتورز مختلفه. بتجمع ايه؟ تجيبها ازاي؟ انك بتجيب المباني المشابهه دي، وقف في المكان ده والمكان ده والمكان ده، دي وقفت عليا بكام ودي وقفت عليا بكام ودي وقفت عليا بكام، وفي النهايه ببدا استشف فرق الاسعار شكله عامل ازاي. فده كده بالنسبه لللوكيشن. فمثلا حاجه مثلا في لو هنتكلم عن المنطقه العربيه بتاعتنا مثلا، دي مثلا داتا بيز بتاعت الشركه اللي هي ايكوم. فمثلا فانت مثلا عامل ممكن تستعمل الداتا بيز بتاعتهم حتى لو هي مش دايركتلي كوست لوكيشن فاكتور تستعمل. فنفس الكلام لو مثلا المشروع ابو 10 مليون ده كان في هونج كونج وعاوز تعمله في دبي، فهتعمل نفس الحركه، ال 10 مليون مقسومه على الهونج كونج اللي هو هيبقى 4500 مثلا، مضروبه في دبي اللي هي هتبقى 1900 ولا 1800 ايا كان. فانت في النهايه بتعمل بتغير بتعمل ده انك بتضرب الرقم في فاكتور وتقسمه على فاكتور تاني، او تضربه في رقم وتقسمه على رقم بحيث تعمل تنسيب تجيب النسبه ده من ده قد ايه. نفس الحركه ممكن تعملها برضو مع انواع المباني، اسف مع الدول حسب نوع المباني. فمثلا لو في دول الخليج يعني، فالامارات او السعوديه او قطر الى اخره. الشكل المثالي هو لو انت عندك فاكتورز. لو ما عندكش الشكل المثالي بتبدا ان انت بتحاول تشوف الداتا المتاحه ايه بالنسبه لك، سواء من تقارير حكوميه سواء من تقارير شركات او تقارير الشركه بتاعتك انت، وتبدا تطلع منها الداتا اللي انت محتاجها. فده كده اول مثلا كوركشن. تاني كوركشن بالنسبه للوقت. فالوقت انا عملت مشروع السنه اللي فاتت غير مشروع عملته السنه دي، بعمله السنه دي غير مشروع معمول مثلا في 2010 وهكذا. فليها كذا شكل. الشكل بتاع مثلا بتاع الارس مينز هو مثلا بيعمل بيديك فاكتور، بيعملها برضه بشكل فاكتورز. فبيقول لك والله مثلا لو جبنا نفس المشروع ابو 10 مليون ده كان معمول مثلا، تعال نفترض مثلا ان هو مثلا كان معمول سنه 2005 وانا عاوز اعمله دلوقتي في 2019. انا هنعتبر دلوقتي 2019 مش 20 عشان خاطر احنا بنستعمل ار اس مينز 2019 عشان الكوبي رايتس وكده. فهتعمل نفس الكلام، هتجيب تقسم على الفاكتور القديم وتضرب في الفاكتور الجديد. ف 2005 الفاكتور بتاعها هتجيبه، يبقى ال 10 مليون هتضربها في الفاكتور بتاع 2005 وهتقسمها على الفاكتور بتاع 2019. نفس الحركه بتعملها بالظبط، بتعمل تنسيب نسبه وتناسب. ممكن يكون ليها شكل تاني، زي مثلا لو انت مثلا دي من الداتا بيس بتاعت شركه كولرز، فهي مدياك الموضوع بشكل مختلف، قالت لك بص الخشب زاد من 6 ل 12%، هو كانوا بيعملوا حصر للاسعار في الامارات من 2017 ل 2018، تكلفه الكابلات الكهرباء زادت بكذا، المواسير بتاعت البي في سي واليو بي في سي زادت بكذا، تكلفه الديزل زادت بكذا. فانت في النهايه تبدا تنسب التكلفه بتاعتك للشكل الجديد، هتلاقيهم مثلا في الاخر مثلا عاملين برضو توتال بشكل عام، الاسعار بشكل عام مثلا زادت من 3 ل 5%. فانت في النهايه تاخد 3 ل 5% دي لو انت بتقارن مثلا مشروع قديم من سنه 2017 وانت عاوز تعمله سنه ثاني في 2018. فده تاني او دي تاني فاكتور للكوركشن بتاعي اللي هو التايم. تمام. حاجه مثلا دي مثلا حاجه مثلا كانت خاصه مثلا بالديتا بتاعت مصر من سي اي اي سي. بينا مثلا مركزين مثلا في الكونستراكشن سيكتور بتاع مصر في القاهره، تكلفه الليبر نفسها اخبار بتزيد قد ايه وبتقل قد ايه. فهنا مثلا فهتلاقي مثلا جت مثلا 2010 مثلا قلت جامد مثلا وبعد كده زادت، فانت ممكن تستعملها دي كفاكتورز. طبعا هنا مثلا بعد اخر 2016 عشان التضخم اللي حصل فتلاقي التكلفه زادت جامد. فنفس الكلام انت بتحاول امبروفايز او تستعمل الداتا بتاعتك. هل في داتا متواجده للناس عامه ما بتاعت شركات موجوده للكلام ده؟ على حد علمي ما اعرفش، ما اظنش. انا بقى لي فتره صراحه كذا سنه منقطع عن السوق في مصر، فلحد ما انقطعت ما كانش فيه. ممكن بعد يعني بعد ما نخلص لو حد عنده اضافه يضيفها واعلم مني بالسوق يقدر يقولها، بس بشكل عام دي طريقه تعاملك مع الداتا تبقى ماشيه ازاي. تمام. بالنسبه للحجم، انا دلوقتي عاوز اعمل ادجستمنت للحجم، ان الموضوع مش خطي يعني، مش مثلا لو هو مثلا مبنى مساحته 500 متر تكلفته اكس، يبقى لو 1000 متر لو 1000 متر يبقى 2 اكس، لا مش شرط تكون علاقه خطيه. فانت برضو ممكن تقدر تعمل كوست الادجستمنت على حسب السايز. فده مثلا المثال بتاع الار اس مينز، فهو برضو مقسمها على حسب شكل المبنى ومديك والله الميديان كوست وبعد كده، وده التيبيكال سايز.
فبقول لك يعني الميديان كوست دي مبنية على الحجم المتوسط، وبعد كده انت بتعمل تظبط فاكتور على حسب النسبة ما بين الحجم بتاعك انت والحجم المتوسط، فبتجيب الحجم بتاعك تقسمه على الحجم المتوسط وتجيب فاكتور، والفاكتور ده انت مثلا فرق السايز فاكتور مثلا طلع مثلا بواحد، هنا مثلا طلع باثنين الضعف، فبتخش منه وتجيب ساعتها، فالتغيير في الكوست طلع 0.95. فزي ما انت شايف العلاقة مش خطية، مش معنى ان الحجم بقى الضعف يبقى الكوست هتزيد الضعف، ان هي مش واحد، لا هي 0.95 فمختلفة. بس يعني انا مش داخل بالتفصيل قوي في دي، ان دي كده كده في السوق الامريكي مش في السوق العربي، بس دي يعني فكرة كويسة ولطيفة ان هي شغالة ازاي. انت بعد كده تستعمل الداتا اللي عندك ايا كانت وتبدأ تطلع منها. ممكن يعني بعد كده لو حد حابب يسأل يعني بشكل شخصي بعد كده، يعني انا الداتا اللي عندي كذا استعملها ازاي، باحسن ايه احسن شكل استعملها بيها، ممكن نتكلم فيها مفيش مشكلة. تمام. احد برضو الفاكتورز محتاج تعمل فيها ادجستمنت مثلا زي الماركت تشينج. نرجع تاني يعني اسهل واوضح مثال، مثلا مصر مثلا اللي هي في نوفمبر 2016 لما حصل التعويم بتاع الجنيه، فانت في النهايه يعني الاسعار يعني ماشيه بشكل الى حد ما يعني ممكن تتنبأه، مره واحده حصل جامب كبير جدا، انتقلت من حوالي 8 او 9 مش فاكر كان كام، ولقيت نفسك ب 18 مره واحده، وبدأ يعلى وينزل وكلام من ده. فحاجه زي كده لازم تاخدها في اعتبارك، يعني ده مش مجرد ده تضخم، لا ده حصل تضخم وحصل في فوارق في الاسعار، يعني الاسعار ما طلعتش بنفس الريت بتاع التضخم. ففي حاجات زي دي بتفهمك مثلا يعني ايه الكوست فاكتور. ما ينفعش مثلا اقول الكوست فاكتور هو مجرد تضخم العمله كان بكام السنه اللي فاتت والسنه دي بقى بكام فناخد تضخم، لا انت بتشوف تغير الكوست في الماركت كتوتال، فدي بتختلف. تمام. طيب لحد النقطه دي كده احنا كده غطينا اول جزء اللي هو بتاع اللي هو بتاع اليونت، اللي هو انا بحسب الكوست عن طريق اليونت، وورينا ازاي بنستعمل الكوركشنز او الادجستمنت عشان خاطر نخليها مناسبه للمشروع بتاعنا. تاني طريقه اللي هي كانت البارامتريك، فهي عباره عن ايه زي ما احنا قلنا، ايه هي البارامترز؟ هي الفاريابلز اللي خاصه المبنى. فعلى سبيل المثال لو احنا بنتكلم على مبنى سكني، فانت يبقى عندك كذا فاريابل محتاج تعرفه، مساحه المبنى قد ايه، التشطيب بتاعه شكله ايه، والتشطيب ده يعني ممكن بيختلف على حسب الكهرباء، تشطيب الكهرباء، تشطيب الميكانيكال بتاعها شكله ايه، تشطيب الدهانات كلام من ده، كام دور المبنى، هل في بدروم ولا ما فيهوش بدروم، ظروف المشروع زي مثلا الير السنه اللي بتعمل فيها عشان تعرف التضخم والكلام ده، المكان عشان تحسب الفاكتورز واللوكيشن وهكذا. ممكن تلاقي فاكتورز كتير قوي على حسب انت الموديل اللي انت تبنيه شكله ايه. فلو ادينا كذا مثال، فده مثلا ده مش يعني هو مش مثال، دي حاجه تسويقيه الشركات بتعملها. تلاقي الشركه على الصفحه الرئيسيه يقول لك احسب تكلفه المبنى بتاعك. فدي مثلا كانت شركه اسمها مراد في مصر عامله الموضوع ده، بتقول لك والله انت قول لي المبنى بتاعك شكله ايه، فانت بتقول له ارضي وسبعة ادوار ومساحته 400 متر وعندي بدروم، بتقول له كالكوليت، فهو قال لك المبنى ده بحوالي 5 مليون. ده رقم طبعا تجويزاهي جدا، هو اصلا مش عامله من اجل التقدير المالي، هو عامله من اجل ان هو في النهايه يعني بيخليك واحد انترست، انت عاوز تبني مبنى اتراكتد للموقع بتاعه، تبدا تبص ويقول لك لو انت عاوز تفاصيل طب ادينا ايميلك وانا ابعت لك والكلام. بس يعني دي قصه ثانيه. بس في النهايه ده شكل البارامتريك موديل بسيط جدا. ده مثلا شركه ثانيه كان اسمها زهران عامله نفس الكلام بس مزوده شويه، انت بتقول له تشطيب سكني مثلا ومستوى رابع او خامس او ثالث، اللي هو دخل معاه مثلا مستوى التشطيب لوكس ولا سوبر لوكس والكلام ده، وعندك المساحه وعندك عدد الطوابق وفي بدروم ولا ما فيش. فهو قريب الموديل ده اللي زود عليه هو مستوى التشطيب. فوالله لما عملت مبنى مساحته كذا كذا قال لي والله المبنى ده برضه بأولموست 5 مليون. طبعا نشوف الفوارق، يعني هنا المبنى 630، هنا المبنى 400، هنا 7 ادوار وهنا 3، وبالرغم من كده اولموست نفس التكلفه. طب ازاي؟ فده يوريك قد ايه البارامتريك موديل لو هو يعني لو اديته داتا قليله هيطلع لك ارقام مش قريبه قوي. هو قوه البارامتريك موديل عن اليونت كوست، كل ما تزود البارامترز كل ما في بارامترز اكتر كل ما يديك سعر اقرب للدقه. طب اتكلمنا مثلا حاجه مثلا من اللي موجوده، مثلا دي مثلا كالكوليتر موجوده على النت بيستعملوها في امريكا مثلا كوست بيلد، فدي لا بيطلب منك فاريبلز كتير، فكل ما بيكتر الفاريبل كل ما الاسم بتاعه يبقى ادق. فهنا مثلا بيقول لك مثلا بيسالك على المين فلور شكله ايه، اللي هو البلان بتاع البيت بتاعك شكله ايه. هنا بيتكلم طبعا على البيتس البيوت اللي هي بتاعت الستايل الامريكاني اللي هي بتبقى ارضي مثلا واول وكلها خشب، فبيطلب معلومات عامه عن المشروع، هتعمل مثلا براندا مش هتعمل براندا كلام من، هتعمل بدروم ولا لا او شكله ايه، هتعمل جراج ولا لا، الدور العلوي شكله ايه، المطبخ تشطيباته شكلها ايه، الحمام شكله ايه، الفينيشز كلام من.
فطب مثلا بيسالك مثلا على الاريا قد ايه، مثلا المساحه الكليه كام فيت، ارتفاع الدور هيبقى قد ايه، هتعمل سلابون جريد او هتعمل بلاطه اللي هي عاديه على الارض ولا لا، هتعمل بورش قدام البيت ولا لا، او مساحتها قد ايه، هتعمل كفر ديك ولا لا، هتعمل ميول الروف بتاعتك هيبقى شكلها ايه، يعني هتبقى شكل مودي، خيارات كتير تختار منها، في كام حمام كامل وكام تلات ارباع حمام عندك في الشقه وهكذا، وكانوا كتير قوي يعني، فانا مثلا نقيت الحبه دول. في النهايه هو زود بارامترز، كل هو بيسالك بارامترز ومنها في النهايه بيعرف يجيب تقدير مبدئي، هو عنده هو عامل ازاي، هو كانه كانك عامل معادله كبيره قوي وفيها فاكتورز، فانت في النهايه كل فاكتور بتحسبه لوحده وبتجيب المعادله دي في الاخر بكام. ده مثلا بتاع اللي هو الـ AAECI، ده هو ده يعني موديل عتيق مش عارف عندهم من 94 حاجه زي كده، هم اصلا بطلوا يستعملوه يعني، حط اللينك بتاعته حاططها من الويب اركايف، بس مثال لطيف برضو. فده مثلا هنا مثلا بيسالك ايه المساحه قد ايه، وهو قبل ما يسالك الاسئله دي هو اصلا في يعني في صفحه كان في زي مانيوال صغير قبل كده بيقول لك فيه توصيف كل حاجه من دول، يعني ايه ليزبل، يعني تحسب ازاي المساحه المستعمله، هل مثلا بتحط فيها ايه وما تحطش فيها ايه عشان تعتبر المساحه دي تعتبر مساحه مستعمله. بس فده مثلا ده مثال انا عملته، مثلا المساحه المستعمله كذا، ارتفاع الدور مثلا 12، هنا طبعا فيت عشان السيستم الامريكاني، كام دور، نسبه ده بيتكلم عن المبنى الاداري، فبيقول لك نسبه المكاتب قد ايه من المبنى، نسبه الويت لابس، ويت لابس مثلا زي في معامل او كلام من ده، او حتى ممكن بيعتبر المطابخ والحمامات ممكن يعتبرها ويت لابس عشان مستوى التشطيب، دراي لابس لو في معامل جافه، او مثلا زي معمل كمبيوتر مثلا كلام من ده، المبنى كله مبرد ومكيف مكيف ومدفأ ولا لا، ان هناك في امريكا لازم في تدفئه طبعا حسب الولايه يعني. بيحسب مثلا حاجه مثلا بالكورنرز بتاعت المبنى، يعني هو بياخد مستوى التعقيد، المبنى فيه كام كورنر، فالمبنى شكله مربع بقى فيه 4 كورنرز، لو مثلا المبنى مثلا شكله مثلا ال مثلا يبقى فيه 6 كورنرز وهكذا. ويبدأ يسألك بقى على الأشكال، مثلا على الأشكال التحميل بتاع المبنى مثلا، فالتحميل قد إيه بتاع السبستراكشر اللي هي القواعد، عشان منها يبدأ يطلع كتكلفة مبدئية للقواعد تكلفتها قد إيه، بعد كده نفس الكلام التحميلات بتاعت السوبر ستراكشر شكلها قد إيه، عشان يجيب تكلفة مبدئية للخرسانات، الفينش بتاع الإكستيريور شكله إيه، الفينش بتاع الإنتيريور. فهو مثلا بيقول لك هنا مثلا في الإنتيريور مثلا هاي كواليتي، هاي كواليتي داش أو سلاش هيفي ديوتي، هو معرف بيقول لك والله دي بقى شكلها كذا كلام من ده نوعها كذا في التعريف بتاعه. نفس الكلام الميكانيكال، نفس الكلام الالكتريكال، وبيقول لك الاسكاليشن ان هو عامل الموديل ده في 95، ففي النهايه عشان تستعمله مثلا سنه 2000 فبتعمل اسكاليشن فاكتور زي اللي احنا قلناه في الار اس مينز بتاع السنين، فهتقسم ده على ده تجيب الاسكاليشن فاكتور يطلع مثلا 1.2 مثلا، اللي حصل يعني الزياده في الاسعار من 95 ل 2000 كان 1.2. وبعد كده بيقول لك والله اللوكيشن، هل هي منطقة قروية أو منطقة متوسطة أو مدينة كبيرة، ممكن أنت تستغنى عن ده وتستعمل أنت الفاكتورز مثلا لو أنت عاوز دقة أعلى شوية، الفاكتورز إحنا وريناها من شوية بتاعت اللوكيشن بتاعت الأر إس ميز بس. وفي النهاية تقول والله البرودكتيفيتي بتاعت شكلها كذا وتقول له كالكليت، فدي زي آلة حاسبة كده بتديك بالتقييم سريع قوي تكلفة المشروع بتاعي تبقى بكام بس، فبيطلع لك والله التكلفه مثلا هنا مثلا طلع لك مثلا، فبقول لك والله الاساسات مثلا الاستيميتد كوست كذا، اسف الاستيميتد كوست كذا، والكوست بير سكوير فيت كذا، ونسبتها من التوتال كوست قد ايه، فالقواعد السب ستراكشر السوبر ستراكشر كلام من ده، وفي الاخر والله بقول لك التوتال بتاع المبنى ده هيبقى بكذا، تكلفه المتر المربع فيه بكذا. فده مثال على البارامتريك موديل، غالب الشركات بيبقى عندها حاجه زي كده، طبعا مش لازم تبقى شكل موديل غالبا تبقى شكل مثلا شيت اكسل، او والله انت بتدخل فيه الارقام وهو اوريدي بيحسب الحسبه، هو عامل نفس الحركه بالظبط، هو عنده ارقام بيضرب الـ بيضرب الـ الـ بيضرب المساحه في رقم معين، بيضرب بعد الرقم ده مثلا فاكتور مثلا، بعد كده مثلا يضربه مثلا في 1.1 مثلا لو انت مثلا اخترت مثلا مستوى قليل من الفينش، يضربه بعد كده في 1.2 لو انت اخترت مستوى اعلى وهكذا. فهو في النهايه ممكن تعمله على شيت اكسل اللي عندك في الشركه لو انت عندك انف ديتا عن الموضوع ده. بس اخر طريقه اللي هي البارشال تيك اوف، زي ما احنا اتكلمنا ان انت بيكون عندك يعني ديزاين بارشال، عندك جزء من الديزاين خلص بس مش كله، وبناء عليه بيبقى عندك جزء من الكميات، فانت عندك بارشال كوانتس، انت عندك مثلا حصر مثلا الخرسانات مثلا قواعد واول دور بس، فمنها والله بتبدا تستشف والله تكلفه الخرسانات كلها كام، او ان انت ممكن في ناس بتعملها بطريقه ثانيه، يعني ساعات عندك طريقتين للحسابات فيها، في ناس بتعملها تقول لك الكوانتيتي بتاعت البارامتر، يعني انت عندك جزء من الخرسانات فبتجيب بيه
بقيه تكلفه الخرسانات قد ايه، عندك جزء من التشطيبات فبتجيب بيه بقيه تكلفه التشطيبات قد ايه. او في ناس تقول لك لا انا بعمل يعني حساباتي لو انا عندي تكلفه الخرسانات بقدر ممكن استشف بيها بقيه المبنى قد ايه كله، ان هي الخرسانات بتبقى فانكشن في الاحمال وفانكشن في المساحه بتاعه المبنى والكلام ده. فانت بس اديني بس يعني تكلفه الخرسانات وانا بالبارشال تيك اوف دي هقدر يعني اعمل استيميت شويه. طبعا دي هتبقى اكثر دقه ان انت تعمل كل بند لوحده، بس في النهايه انت يعني مرهون بالديزاين اللي خلصان والحصر اللي خلصان للكميات بس كده. ودي طبعا السورس والريفرنسز وبحطها في الديسكريبشن دايما عشان للامانه العلميه، ولو حد حابب يراجع ورايا، حد حابب يرجع للمصدر معين ما، فدي المصادر بتاعتنا وبس كده. وجزاكم الله خير على الاستماع. جزاكم الله كل خير يا دكتور، الله يكرمك ما شاء الله. لو حد عنده سؤال مهندس كريم اهوت. تقريبا ما فيش مايك عنده. مهندس كريم اتفضل. الو عليكم السلام، اتفضل. اه تمام كده. لو سمحت دلوقتي مثلا، لو انا يعني دلوقتي مثلا في مقايسه انا عايز دلوقتي اسعارها مثلا وفي حاجات مش عندي تمام كده المقايسه، يعني انا هسعرها يعتبر السعر ده مش مظبوط، هو ايمالك بقى هيقيم ازاي اصلا اذا كان السعر ده كويس او مش كويس؟ ده لسه ما اتكلمناش فيه، احنا بنتكلم في الرف استيميتنج، احنا لسه ما بنتكلمش على مقايسات، احنا بنتكلم بس مثلا على حاجه مثلا زي الفيزابيلتي ستادي، ان انت اصلا تقرر هتخش في المشروع ده ولا لا. احنا بنتكلم في ايرور ممكن يوصل ل 100%، يعني الموضوع يبقى يعني الضعف ده على حسب مجرد ليه انا بس؟ ده يعني. لا اقول للمالك، يعني المالك مثلا بيقرر مثلا انا عاوز ابني عماره فهتقف عليا بكام، فهو في النهايه ده هو بيسال السؤال ده، زي ما انت يجي مثلا واحد صاحبك مثلا او عارف ان انت مهندس شغال في المقاولات يجي بيسالك محوشين فلوس عاوزين نبني بيت عندنا في اكتوبر مثلا 4 ادوار، هيقف عليك هيقف عليا بكام؟ فانت اللي انت بتعمله في دماغك كده بحسابات، انت عباره عن ايه؟ انت بتعمل موديل في دماغك يعني الديتا عندك. فاحنا اللي احنا بنحاول نعمله هنا احنا عاوزين ناخد الديتا منكم كل الناس بخبراتها تحط الديتا وتعالى نعمل زي اله حاسبه لينا نحسب بيها، بحس بعد كده نقدر نعمل تقييم ادق. ان انت مثلا ممكن تكون مثلا يعني قوي جدا مثلا في المباني السكنيه، زميلك قوي جدا في الفيلل مثلا، زميل ثالث قوي جدا في المصانع بيطلع استيميت حلو في المصانع، على حسب خبراتك. اللي انت بتتكلم فيه ده حاجه تانيه، يعني لو في ميسنج ديتا في الديتيلد استيميت، انت عندك ديتا ناقصه في الاستيميت التفصيلي بقى نفسه. دي لا يعني ايوه بيبقى ليها مصادر وهتحاول تجيبها كلام من ده وهنتكلم عليها بالتفصيل قدام يعني. طيب تمام، شكرا جدا يا دكتور. تحت امرك. عشان احمد السلام عليكم، الله يعطيك العافيه يا رب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، الله يعافيك. اذا سمحت عندي هون سؤالي، مثل ايكوم المثال اعطيتنا اياه على ايكوم، هل هي هلا اليونت كوست موجهه للديفلوبر ولا هي للكونستراكشن كومباني؟ يعني مثلا الار اس مينز طبعا هو كتاب ضخم ومبين انه بده بروفيشنال، هو للكونستراكشن كومباني، بس مثال ايكوم هل هو مثلا للديفلوبر وتستفيد منه دار تستفيد منه اعمار، ولا هل هو للكونستراكشن كومباني اللي شغالين مثلا بدبي؟ بص يعني هي كون ايكوم طلعت الكلام ده، نعم، يبقى هي اكيد جوه عندها داتا اقوى من دي بكتير، صح؟ يعني ده في النهايه ده اللي هو بيسموه التقييم، هو مش عارف ده كان الكوارترلي ولا التوتال ولا السنوي، ولا هو تقرير ربع سنوي او السنوي، هو مطلع تقرير والله بيستعرض الماركت ويقول والله الماركت كذا واخبارها، هو بيتكلم عن الماركت بشكل عام. فانا مجرد بوريك مثال عن الداتا الافيلابل بالنسبه لك انت. هل معنى كده ان ده اللي عند ايكوم؟ اظن لا، عندها اكتر من كده بكتير. بس بالنسبه انا بس انا انا انا, أنا بحاول افتكر سؤالك تاني، معلش انا اسف. إيه انا قصدي انه لمين موجهه هالمعلومات؟ هل هي موجهه للمالك ولا لكلاهما؟ يعني هو في النهايه بيقول لك التكلفه بكذا. تمام. يعني هو في النهايه يعني انت خلي بالك احنا بنعمل رف استيميت، فانت في النهايه بنتكلم يعني المكسب بيبقى كام في الميه؟ مظبوط، انه يعني ضيف ال 20% تبعيتي علي على النهايه. نعم. فانت يا سيدي، فانت اصلا بتتكلم انك هتضيف 20%، وهي اصلا كده كده الاكيورسي قد تقل او تزيد ب 50%، فالرقم يعني احنا في النهايه زي بقول لك احنا بنحاول نوصل فيه ده، انك تقول ايه المبنى ده مثلا هيتراوح مثلا من 20 ل 25 مليون، فانت اصلا المكسب بتاعك مثلا من 20 ل 25 ده معنى كده مثلا مكسبك مثلا 2 مليون مثلا، لو انت مكسبك 10%، مكسبك مش الاوفر هيد، فمكسبك 10%، ف هي حاجه
وهي حاجه مجرد يعني تقديريه مبدئيه. هنخش في التفاصيل بعد كده هتلاقي الوضع اختلف تماما يعني. طيب الله يعطيك العافيه. طيب اخر سؤال تفضل هذا اذا سمحت لي. فضل. يعني هلا مثلا بامريكا بغير دول حتى نوعا ما بالامارات او بعض الدول بالخليج خلينا نقول في داتا لما بنجي مثلا على بلدان عربيه ثانيه بيكون ما في من وجهه نظر الشفافيه بالمعلومات. هل يعني ان شاء الله ببحثك او هل الفكره اللي انت طرحتها انه ناس عندها خبره بالفيلات بالاوتيلات هل في هناك منهج انه واحد يجمع معلومات بشفافيه اكثر؟ هو ما اظنش الموضوع فيه اشكاليه في الشفافيه يعني ده شغل مقاولين يعني اي شركه يعني انت يعني اصلا ما في شركه مقاولات بتجي وبتقول لك اوكي انا هذا كلفني هيك يعني ما في عندنا بصراحه هي الشفافيه انه يطالع لك المعلومات. لا هي مش هي مش حكايه شفافيه هي حكايه انه يعني هو كده بيبيع الداتا بتاعته للخصم. يعني الشفافيه في ايه؟ يعني مثلا الارس مينز ده مش شركه مقاولات. لو كان شركه مقاولات مش هيطلع ربع الكلام ده. ده هو لا يعني هو عمل ايه؟ هو لما بيجي يسالك انت في الشركه انت تكلفه متر الرخام عندك بكام؟ فانت ساعتها ممكن تجيب هذا السؤال. انما ما ينفعش انت تقول تكلفه متر الرخام بتاعك بكام؟ والخرسانه بكام وكل حاجه بكام. فانت ساعتها انت يعني بتطلع كل حاجه بره بجانب. هو لما بيسالك هو في زي حاجه زي اتفاق ما بينكو ان الحاجات دي تفضل سريه. يعني هو في النهايه اللي بياخد منك متر الرخام بكام ما بيقولش متر الرخام بتاع شركه الاخ احمد بكذا. لا ده هو بياخد امتار الرخام من ناس كتير ويبدا يعمل ستاتستيك اناليسيز ليها ويقول في النهايه الرقم الفلاني الرقم التقريبي كذا. انها مش هقول شركه فهي الفكره برضو يعني عشان ما نظلمش الناس ما هي في النهايه هي منافسه. فانت بس في شركات عندها داتا وبتطلعها مش عارف بتطلعها ولا لا دي صراحه. يعني انا اعرف مثلا شركات مثلا في مصر مثلا زي المقاولين العرب عندهم داتا بيز كبيره وفي ناس اكيد بتسمعوا دلوقتي المقاولين ممكن يعني يعقبوا على كلامي. مثلا لو انت مثلا شغال في مشروع مثلا تابع للقوات المسلحه مثلا في داتا كتير بس الداتا موجوده. وبالعكس يعني لو في واحد مثلا يعني عاوز يعمل مشروع بيزنس ليه مثلا والله لو ما فيش حاجه افيلبل في الماركت مشابهه للكلام بتاع الار اس مينز ده طب ما نعمله يعني واي نوت. طب قد يكون فكره. شكرا الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. في حد عنده سؤال؟ مش مساعد التوفيق من العرب. طيب خلاص كده حضر الخبراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مروان باشمهندس ازي حضرتك؟ بنشكرك جدا على المعلومات ديت ويعني ربنا يجعلها من العلم النافع اللي انت بتنفع بيه الناس باذن الله. الله يبارك فيك. الله كل خير باذن الله ان شاء الله. بس ردا على سؤال حضرتك طبعا اتفضل. هو ما فيش شركه بتطلع الايه الاكشوال كوست او المعلومات بتاعتها بالزبط. لان كل شركه بتحتفظ لنفسها بطريقه التسعير بتاعتها طبعا. المقاولين العرب عندها الداتا بيس كبيره ولكل كيس بيبقى السعر بيختلف من مكان لمكان ومن وقت لوقت بنفس الطريقه اللي حضرتك شرحتها بالظبط يعني. الحمد لله. بس طبعا طبعا المترو مسطح في الكباري غير المترو مسطح في الطرق غير المترو مسطح كل حاجه عندنا لها ريكورد. ولكن برضو مع التايم ومع المكان اللي فيه الكوبري او فيه المنشأ بيختلف السعر. وهتلاقي كل شركة لها دلوقتي ايه داتا بيس خاصة بيها وقت التسعير بيسعروا بيعملوا. لا هو كان سؤاله يعني. وممكن حضرتك حتى تفيدنا في النقطه دي من خبره حضرتك. هو كان سؤاله لو انا شغال بس انا مش شركه كبيره زي المقاولين مثلا اجيب داتا زي دي منين؟ لو انا شغال في مشروع في مصر وانا مش شركه كبيره زي المقاولين فما عنديش داتا بيز، ايه المصادر اللي ممكن اجيب منها داتا؟ هو في مصادر الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء بيطلع تمام. نشره عن اسعار المواد والخامات كل شهر بتطلع وممكن يحصل عليها برسوم بسيطه. في حاجه اسمها الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء احنا بنجيب نشره متوسطات الاسعار ونشره الارقام القياسيه كل شهر ممكن هو يحصل عليها سهل. هو ده انا عامل حسابي اصلا يعني وهتكلم عليه في اللي هو في التفصيلي لكن احنا بنتكلم على المجمل. هل في حاجه مجمله زي اللي احنا مثلا وريناها هنا في السلايدز بتاعتنا حاجه بس يعني تقول والله متر
متر المربع بتاع ال انا اسف سرحت اجيبها عشان خلصت لوحه، متر المربع بتاع المباني بكذا، مجرد اللي هو يعني. بالظبط، مش حاجه تفصيليه. انا عارف ان الجهاز الاحصاء بيطلع اسعار تفصيليه، ولكن لو لا هو بيطلع ما بيطلعش اللي هو المجمل دوت. اه طب هل ما فيش مصدر تاني غير جهاز الاحصاء حضرتك ترشحه ولا ما فيش؟ معلوماتي ما لا معلوماتي ما فيش يعني. تمام. ما فيش اجهزه او مكاتب بتعمل، مع ان ده الكلام ده مطلوب فعلا يتم، لكن هو غير لحد دلوقتي غير متواجد عندنا في مصر. تمام ماشي يا فندم، الف شكر، وشكرا للمهندس عمر على اتاحه الفرصه. الله يفضلك. شكرا حضرتك. شكرا لحضرتك على الاضافه اللي اضفتها. الف شكر يا فندم صفا مروان على المحاضره الجميله ديت، واحنا هنحط الرابط دلوقتي بس للناس اللي شاركوا الشهادات. باشمهندس مين عنده سؤال؟ باشمهندس احمد. انا فتح المايك لو حد عايز يتكلم فيه. السلام عليكم، متشكر جدا على المحاضره ديت. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. باشمهندس مين؟ لو سمحت، لو انا عايز اعرف كل بند من البنود احدد سعره ازاي؟ ايه الطريقه المفروض اكيرت شويه او اقرب للواقع في مصر يعني؟ ده التفصيل اللي هنتكلم فيه يعني بعد المحاضره دي ان شاء الله. هنبدا يعني المحاضره الجايه ان شاء الله هنبدا نتكلم بقى بالتفصيل، فيعني هنتكلم على كل حاجه يعني بالتفصيل الممل، انك تحسب ازاي ساعات العماله، تكلفه العماله بكام، تكلفه الماتيريال بكام، تكلفه الحفر بكام، تكلفه الخرسانات بكام، وازاي تحسبها، والكلام ده يعني هنخش فيها بالتفصيل بشكل كبير يعني. تمام، شكرا يا دكتور. تحت امرك. باشمهندس احمد، باشمهندس احمد اتفضل. باشمهندس احمد باشمهندس محمود اتفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا باشمهندس. هو في نشره بتقدر الاسكان بتطلعها شهريه على الموقع بتاعها، بتبقى فيها معدلات فيها الاسعار وفيها معدلاتها وفيها كتب الشروط بتاعتها في يعني ايه يعني، لو هي مثلا شامله ضرائب او شامله نقل او الرسوم اللي ممكن تبقى فيها، بتبقى مثلا بتبقى في حدود تقريبا دايره القاهره يعني، فممكن تتاخد كميزان. قصدي حضرتك ايه ان هي فيها اسعار يعني؟ هو بيتكلم عن اسعار ايه بالظبط؟ اسعار المواد الاساسيه، الخامات، ال يعني يعني زي زي الحاجات اللي باشمهندس عادل اتكلم عليها، اللي هي الماتيريال نفسها كام؟ ما فيش حاجه اجماليه، كلها حاجات تفصيليه اكتر. ما هي لما مثلا تعمل تحليل سعر، فتاخد الحاجات ديت وتقارن برضه بالنسبه للمنطقه اللي انت فيها يعني. تمام. يعني هي بتدي السعر، هي بتدي يعني، هل هي بتدي سعر على حسب اللوكيشن؟ هتقول لك والله متر الخرسانه في الحته الفلانيه مثلا في القاهره؟ لا مش هتقول لي، بس هي معروفه ان هي الاسعار دي تبقى مثلا في حدود القاهره الكبرى مثلا. تمام. انت مثلا لو في بلد مثلا اسكندريه، دمياط، اسوان، تشوفوا الماده ديت صعبه ولا سهله توصل لها، ولا تبقى صعبه، محملاتها ايه وكلام من ده يعني. تمام. فبتساعد يعني. المقاولين العرب برضه يعني. هو خلاص باشمهندس عادل غطى الموضوع المقاولين كويس يعني. طيب. حضرتك ما عندكش سؤال؟ الله يبارك فيك، شكرا. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا كان سؤالي بس بالنسبه لمواعيد المحاضرات. احنا كنا الخميس، بقينا الاربع. الواحد بس عشان يقدر يظبط نفسه على يوم معين، ممكن الواحد ما يكونش متابع. انا ماليش دعوه باشمهندس عمر، هو السبب، انا ماليش دعوه.
طيب دي عند المهندس عمر. لا لا هم عملوا، هم عملوا يعني، هو بس كان في لخبطه في الاول عشان مش عارف يعني ان انا لما يعني قرار اللي هو الكورس ده يعني انا باشمهندس عمر خدناه يعني في نص ساعه حاجه زي كده، انا كنت اصلا يعني عاوز اعمله من زمان ومكسل، فجه باشمهندس عمر يعني وشجعني وكده، فقلنا طب يلا بينا يلا نبدا يوم الخميس. فكان محتاج ان هو بقى يشوف هيحطني فين عشان الجدول بتاع بيم اريبيا اوريدي مليان، فدي المشكله. بس نظريا يعني باشمهندس محمد لما نزل الايفنت بتاع الفيسبوك هتلاقي فيه كل جدول كل المحاضرات اللي جايه موجوده اوريدي في يعني هو الايفنت بتاع الكورس. الايفنت فيه كذا محاضره مش محاضره واحده، هو نزل لنا الجروب اللي فيه الكورس الخاص بالكورس ده بس. هنلاقي خلاص خليه انا لما هو يضيفني على الجروب او اكيد هيحطه يعني. انا ضيفت حضرتك الجروب وحطيت دلوقتي المحاضرات كلها بالتواريخ بالزوم وموجود برضو في الجروب. تمام دي اول حاجه. تاني حاجه، هل في امكانيه ان نحصل على السلايدز اللي حضرتك بتشرح لنا منها كذا ريفرنس لينا بعد كده؟ لو عايزها اتفضل يعني، بس يعني لو انت عاوز ريفرنس زي ما قلت في الاول يعني خش على بيرفوي ونالي يعني ريفرنس مخيف يعني، بس ماشي. لا ده مش ريفرنس ده ديكشنري. ما عنديش مشكله، انا ما قلتش حاجه يعني عظيمه. يعني بقى شاكرين لو حضرتك في اخر كل محاضره مثلا خلاص هو على الجروب يعني درايف وتدينا اللينك بتاعه وتحط لنا طالما الريفرنس خلاص على الجروب يعني، يعني اي حد عنده سؤال او اي حاجه ما عنديش مشكله يعني. تمام على الجروب اللي عاوز ماتيريال نحطها له وعند عنده سؤال ونجاوب عليه مفيش مشكله يعني. مشكور جدا يا دكتور وشاكرين لمجهودك. تحت باشمهندسه نرمين. باشمهندسه نرمين طيب في حد عنده سؤال تاني؟ انا السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شكرا يا باشمهندس على المحاضرات الجميله. تحت امرك اتفضل. اتمنى بس الناس تلا. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام اتفضل. معلش الصوت فصل. شكرا تحت امرك اتفضل. لو حضرتك عندك مشكله في الصوت مش عارف تصلحه ممكن تبعت السؤال بتاعك لبشمهندس عمر هو يقراه لك يعني. هو في سؤال وصل لنا دلوقتي لبشمهندس، هل ينفع نعمل نفس البراماتيك في مصر؟ بمعنى اشوف مثلا مستشفى في دبي او في دوله ظروفها قريبه من مصر ونضربها في نسبه او فاكتور، ولا يكون غلط الانتصار بعيد؟ لا يعني اسال السؤال تاني كده بالراحه تاني معلش. هل ينفع ان نعمل نفس البراماتيك في مصر؟ بمعنى اشوف مثلا لو مستشفى في دبي او في دوله ظروفها قريبه من مصر ونضربها في نسبه او فاكتور، ولا يكون غلط الانتصار بعيد؟ من بلد لبلد يعني، انت بتقول مصر ودبي يعني انت هي عاوز الداتا بتاعت دبي لمصر؟ يعني شوف مبنى يكون مبنى قريب في الشكل مثلا ونبدا ناخد نفس التسعير. اصل انت كده يعني انت زودت لاير زياده يعني، انت بعد ما عملت البارامتريك موديلنج انت لازم بعد كده تاخد اللاير بتاعه اللي هو البارامتريك موديل ده، انا عايز اقرمه من بلد لبلد. طب هل اصلا البارامتر ده كان نفس يعني في النهايه يعني مثلا وزن البارامتر بتاع مثلا العماله في مصر غير وزن البارامتر بتاع العماله في امريكا مثلا؟ انا قصدي فكره من بلد لبلد يعني، مثلا لو انت مثلا بتاجر لودر في مصر ايجار اللودر كام وايجار السواق كام في امريكا؟ يعني في امريكا مثلا اصعب حاجه اغلى حاجه هي العماله، غير غير في مصر. مصر اغلى الحاجات اللي تعتبر الماتيريال الماده الخام. يعني في امريكا مثلا لو انت بتاجر لودر اجره السواق اعلى من ايجار اللودر نفسه في اليوم، تكلفه السواقه بتقف عليك اكتر من تكلفه المكنه نفسها في اليوم. فان عشان انقل من هنا لهنا فانت كانك خدت التوتال ورميته على التوتال كله، فهي في النهايه دوبل بس يعني هيأثر في الدقه جامد يعني. تمام ماشي يا دكتور. هل في اي سؤال تاني؟
باشمهندس خالد ما بعتلكش السؤال بتاعه انه الموبايل المايك بتاعه فصل عشان ما يصحش نقفل من غير ما ناخد سؤال. باشمهندس خالد، طب في حد عنده سؤال؟ انا فتح المايك للناس اللي عايز تسال. تمام يا دكتور، انا تالي كده كل الاسئله. تمام يا دكتور، خلاص ممتاز، ان شاء الله نشوف كل المحاضره الجايه باذن الله. واتمنى الناس بس تملى الجدول، تملى الاستبيان دوت عشان الشهادات، والجروب موجود، هتقابل الدكتور بقى لو حد عنده سؤال. تمام، مع السلامه. مع السلامه. وعليكم السلام.